السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. هنكمل معاكم إن شاء الله الحلقة رقم 2 أو في الباب الثاني يعني، أو الحلقة رقم 11. الحلقة رقم 11 في الترتيب، رقم 2 في الباب الرابع. في الباب الرابع طبعا الحلقة اللي فاتت احنا قلنا كيمياء تانية ثانوي ترم تاني قلنا حوالي 40-50 معادلة، خدنا 10 المرة اللي فاتت. النهاردة الحلقة التانية هناخد بقية الـ10 التانيين، وبإذن الله ممكن بكرة أرفع لكم الباقي إن شاء الله مع بعضه، أو أقسمهم على حلقتين عشان عاوزين الباب الرابع يتلم كده في كام معادلات، لأنه معظم معادلات وتحضير النيتروجين زي ما احنا عارفين عمليا، وفي بعض معادلات ايه عايزه تركيز شويه. نبدا ان شاء الله رقم 11 وهرقمها لان احنا خلصنا 10 المره اللي فاتت. المعادله رقم 11 بترتيب الكتاب، يعني انا ماشي بالترتيب برضو لان انا ممكن اجيب معادله من يمين والشمال هنتلخبط. بترتيب الكتاب يعني اللي ماشي بالكتاب يعني ممكن يتابع معايا. بيقول لي إضافة الهيدروجين للليثيوم، ما زلنا بنتكلم عن العناصر الممثلة ولسه في إيه؟ في المجموعة الأولى اللي هي 1A اللي هي الأقلاء. سميت أقلاء لماذا؟ لأن ما يذوب منها في الماء يعطي إيه؟ قلق. يبقى أنا عندي الليثيوم زائد الهيدروجين زائد الهيدروجين سهم وعليه حرارة. طبعا الهيدروجين في صورة جزيء والليثيوم أحادي، يبقى لازم أحط هنا 2. 2 عامل مشترك خلاص LiH. الناتج ده اسمه ايه؟ اسمه هيدريد الليثيوم، هيدريد هيدروجين، ها ليثيوم. طبعا التسمية دي سهلة جدا بالمناسبة عشان نتعود، عشان ايه تالتة ثانوي ان شاء الله مع بعض. هيدروجين تحتها هيدروجين، بنحط ايه ودال عشان ربط الايه العنصرين مع بعض، زي الكلور والصوديوم. كلور وصوديوم ركزوا كده في اللفظ معايا ده، كده بنحط ايه ودال بقى كلوريد صوديوم، يبقى كلور وصوديوم عشان يرتبطوا مع بعض لفظيا بنحط ايه ودال خلاص. لكن هو ان NaCl زي ما خدنا قبل كده، وده يهمنا في الحلقات التأسيسيه اللي موجوده عندكم على حلقات او على قناه اليوتيوب مصطفى رجب خبير العلوم. في حلقات تأسيسيه كيمياء كتير عندنا حوالي 9 حلقات او 10 حلقات بيفيدوا من اولى اعدادي لغايه ثانويه عامه ان شاء الله. خلاص يبقى دي المعادله الاولانيه ليثيوم زائد هيدروجين. ما النتائج؟ او وضح بمعادله كيميائيه موزونه او متزنه. تفاعل الهيدروجين مع الليثيوم بيدينا هيدريد الايه الليثيوم، ما الفش هيدريد الليثيوم خلاص. اللي زيها بالظبط صوديوم 12 صوديوم مع الليثيوم خلاص، او الصوديوم مع الهيدروجين، ما الصوديوم من عناصر المجموعه الاولى خلاص. يبقى صوديوم زائد ايه زائد ايه هيدروجين. شوفوا بدايه المعادله ازاي، ما احنا عايزين نفهم برضو ما نكتبش اي حاجه كده وخلاص. صوديوم فلز يتكون من ذره واحده، الهيدروجين في صوره جزيء، يبقى لازم احط هنا 2. 2 عامل مشترك، اتفضل يا استاذ. 2 ان ايه اتش، يبقى دي اسمها هيدريد الصوديوم، يبقى اشيل الليثيوم واحط ايه الصوديوم عشان ما نضيعش وقت خلاص. يبقى دي اسمها هيدريد الصوديوم، هيدريد الصوديوم لازم نحفظ هذا الكلام. هيدروجين يبقى هيدريد الصوديوم، وعرفنا حطينا 2 قدام الصوديوم ليه، عرفنا حطينا 2 قدام الليثيوم ليه، لان الهيدروجين في صوره جزيء والليثيوم احادي، يبقى لازم احط 2 قدام ايه الليثيوم كفلز. طيب رقم 13 ما زلنا الترتيب الكتاب زي ما قلنا بقدر الامكان، يعني لو لقينا معادله عدت مش مشكله، لكن بقدر الامكان بترتيب الكتاب بالظبط او ترتيب المنهج. كتاب ايه ما تشترطش ان شاء الله كتاب المدرسه خلاص. عندي هيدريد الليثيوم الناتج اللي كان طالع لما اضيف له ميه يبقى 11. ممكن يقول لي وضح بالمعادله اضافه غاز الهيدروجين الى الليثيوم ثم اضافه الماء للناتج. نركز كده برضو، ثم اضافه ايه الماء للناتج، يعني هنا هيدريد الليثيوم، اتفضل يا استاذ، زائد ميه زائد مي اهو، دي رابطة تساهمية أحادية، المركب على بعضه أحادي وده أحادي خلاص، ما أضيفش اتنينات ولا تلاتات بقى، خلاص ده أساس الوزن المعادلات، إن أنا بحاول أظبطها من المتفاعلات في الأول،
النواتج بتلاقيها ايه شغاله مع بعضها كويس. يبقى نركز تاني كده، اضافه الماء الى هيدريد الليثيوم، ايه اللي بيحصل؟ كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله H و H. ها نركز كده، ايه اللي هيحصل؟ ايه الناتج اللي هيحصل؟ شيء طبيعي لو احنا عملنا كده خلاص، الليثيوم موجب، وهتقول لي الهيدروجين موجب؟ اه موجب. الهيدروجين في الايونات عمره ما يبقى سالب، عمره يا استاذ، امال ورا بعض ولا حاجه. وهتقابلنا معادله الوقت، ترتيب الصوديوم بعد الالومنيوم بعد الاكسجين، ميتا الومنات الايه الصوديوم، مفيش مشكله خلاص. الهيدروكسيد مجموعه ايه سالب، وبناء على ذلك انا عملت موجب وسالب ليه عشان ما نتلخبطش اهو. هتقول لي لا، ما نجيب الهيدروجين الموجب ده، مع يبقى انت عملت ايه؟ يبقى احنا رجعنا ميه تاني. ها يبقى ليثيوم هيدروكسيد او هيدروكسيد الليثيوم زائد غاز الهيدروجين يتصاعد، زائد غاز الهيدروجين ايه يتصاعد. طبعا الحاله الفيزيائيه يعني مش مركز عليها قوي عندكم في الكتاب، دي ما فيهاش مشكله بالنسبه لنا، بس لازم برضو تتعرف خلاص. انا مش يعني ايه مركز عليها هنا في الحلقات دي عشان ما نقولش المستر بيركز على حاجه وسايب حاجه تانية، لا طبعا انا مركز لكم على وزن المعادلات وازاي نحل المعادلات. الحاله الفيزيائيه عندنا بقى واحنا بنذاكر نعرف ان ده سوليد، ملح سوليد، وده ايه ليكويد. الميه دايما ليكويد على طول، ما فيش حاجه اسمها ميه ايكوس، الميه ليكويد على طول. الغازات كلها احنا عارفينها في البدايه، ده غاز، يعني اي حاجه عندنا في البدايه غاز اهي خلاص. لو النيتروجين هيبقى غاز، كلور هيبقى غاز، لما يتصاعد كده هيبقى غاز. المهم الحاجات دي مش هتغلبنا كتير يعني، المهم نعرف نحل معادله، نعرف الرموز ونعرف نحل ايه معادله. الحاله الفيزيائيه مطلوبه جدا كمان عشان ما نقولش ايه ده المستر بمزاجه وبيشتغل بمزاجه، لا. رقم 14، تفاعل الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك. إيه طبعا الصوديوم عنصر فلز نشط، انشط من الهيدروجين بتاع ال HCl سهم. طبعا ده مش غاز، مش حمض الهيدروكلوريك، ده اكواس بقى، ده لازم اكتبه اكواس كده، يعني ايه مائي خلاص، يعني غاز كلوريد الهيدروجين ماء في صورة إيه؟ مائية خلاص. الصوديوم معروف فلز الصوديوم ايه سوليد خلاص، الليثيوم سوليد، الصوديوم في الاول سوليد خلاص، هيدريد الليثيوم، هيدريد الليثيوم سوليد، مادة سوليد خلاص انا كاتبها. ها نبص بقى كده، الصوديوم انشط من الكلور، ومش هحط اتنينات هنا الوقت عشان اعرفك او اعرفك احنا بنحط اتنين ليه، لان في بعض الناس امتى نحط اتنين وامتى ما نحطش اتنين، ويا مستر عرفنا. اه انا هطنش كاني ما اعرفش حاجه في الكيمياء خالص، اتش وهنا سي ال سالب. طيب ايون الصوديوم، ايون موجب معروف، الفلزات ايوناتها موجب وموجب واحد كمان. طب بصوا كده معايا الحوار اللي هقوله ده كده، الصوديوم مع كلور يجوز شرعا وقانونا ان هو يطلع ان ايه سي ال، وده محلول ملحي مش مترسب ولا حاجه. طب الاستاذ ده ان شاء الله هيقف يبص لهم كده، ممنوع يطلع بهذا المنظر. انا بقول الكلام ده ليه؟ وبقوله بصراحه يعني شديده جدا، الهيدروجين لابد ان يتواجد في صوره ايه؟ جزيء، يعني كده هيوقف المعادله، المعادله مش شغاله. ليه؟ لازم نحط هنا اتنين عشان انقذه، عشان اطلعه في الناتج. والمعادله دي بتفكرنا بتفاعل الصوديوم مع الميه، وهنجيبه الوقت، يعني ممكن احطه لكم المعادله الوقت اهو، رقم 15. تفاعل الصوديوم مع الميه، اه تفاعل الصوديوم مع الميه هو مكرر علينا، اه من اولى اعدادي وتانية اعدادي وثالثه اعدادي لغايه ثالثه ثانوي، تفاعل الصوديوم مع الميه والبوتاسيوم مع الميه خلاص. اولا في الاثنين الصوديوم هيطرد الهيدروجين، وهنقف عند هذا الجزء، يعني ايه الهيدروجين مش طالع الا في صوره جزيئ. وبناء على ذلك حطينا اثنين هنا اثنين هنا، اثنين عامل مشترك، اثنين هنا قدام المركب، اثنين قدام الصوديوم، اثنين قدام الصوديوم فوق. غاز الهيدروجين كده يقول لكم شكرا، كده المعادلة تطلع في صورة وفي أمان وفي صورة إيه سليم. يبقى إحنا خدنا بالنا حطينا اتنين ليه هنا عشان الهيدروجين ينفع يطلع. طيب نجيب الصوديوم بقى بالمرة، هتبقى دي معادلة زيادة مش مشكلة. تفاعل الصوديوم هو علينا؟ أه علينا. تفاعل الصوديوم مع مين؟ مع المية. ها بصوا كده كأن بالظبط دي بالظبط، يعني إيه؟ ها أيونه كده اتش موجب و اتش ايه سالب، ها ده أيون موجب. نركز كده، يجوز شرعا وقانونا ها
ها الصوديوم مع الهيدروكسيد، بس مش هطلعها بقى الوقت لما نظبط المعادلة على الشمال. هو المعادلة بتتظبط من على الشمال؟ اه، ما هي دي الطريقة الحديثة، الكيمياء السليمة. مش هكتب كده واقعد افكر واقول استنى اما اضرب في اتنين النحيادي ولا تلاتة النحيادي ولا خمسة النحيادي. طبعا لا يجوز، يعني بتدوخ، بلاش لا يجوز عشان محدش يعلق تعليقات ايه ظريفة. هنضرب هنا في اتنين عشان نفك عقدة الهيدروجين، وهنا اتنين واتنين عامل مشترك فوق. الله، طب انا ضربت اتنين، اه اتنين هنا اتنين هنا اتنين هنا اتنين هنا اتنين هنا، بس خلاص ناخد اتنين عامل مشترك كده. اتفضل يا استاذ. اتنين ان ايه او اتش زائد اتش تو، كيمياء جميلة لما بتتفهم بجميع انواع. حتى الكيمياء العضوية، الكيمياء العضوية ان شاء الله باذن الله في الطريق، جميع معادلات الكيمياء العضوية بهذه الطريقة، بس بطريقة الكيمياء العضوية، لانه لكل مقام ايه مقال، ده حاجات معروفه، كل حاجه لها شغلها ولها اساسياتها اللي ممكن نشتغل بيها. نيجي رقم 16. رقم 16 تفاعل الصوديوم مع الكلور. شوف الحوار كده، ده صوديوم مع كلور، اعمل كده؟ لا، ده بصراحه يبقى لا فهمنا علوم ولا خدنا علوم ولا كيمياء، وبلاش نقول الشتم اللي بدينا كيمياء ولا بيشرح لنا علوم، عشان في ناس بتعلق عليه. الصوديوم فلز يتكون من ذره واحده، لكن الكلور يقول لنا اسف. طب ما تكتب لنا يا مستر بقى الحاجات اللي فيها ايه، سي ال 2، ركزوا كده معايا، ها او 2 ان 2 اتش 2، ها لسه ايه عندنا، اكسجين وهيدروجين ونيتروجين وكلور وفلور وفلور وبروم بي ار 2. معلش ما فيهاش هزار، واي 2 تاني، كلور واكسجين ونيتروجين وهيدروجين وفلور وبروم وايه ويود، كلها تتكون من ايه، ذرتين لما تكون لوحدها، لما تكون لوحدها. لكن ما جيش ان اس ال وتقول لي يا مستر انت ايه اللي كذا، لا نفهم احنا بنقول ايه. ما هو ممكن طالب او طالبه يعلق كده يقول لي يا مستر انت لسه قايل لي ان الكلور لا يتواجد في صوره ايه فرديه. لا، لما يكون في مركب يتعامل مع المركب باصوله، لكن لما يكون لوحده ها لازم يكون في صوره ايه، جزيء. نكمل عشان الوقت. طيب هنا قلنا لازم شرط اساسي نحط كده، وده زي ما هو كده، هل يجوز شرعا وقانونا ان نتعامل بهذه الطريقه؟ ما هو ده احادي وده احادي، بس ده في صوره جزيء، يبقى لازم اراضي الصوديوم بالاتنين بتوعه. اتنين عامل مشترك يا جماعه، اتنين ان اس ال، معادله جميله وظريفه، بس تودي في داهيه لو انا ما حطيتش الاتنين هنا. ليه؟ لان شرعا وقانونا المركب ده صح، يعني ممكن طالب او طالبه معلش يعني يبداوا المعادله من غير اتنينات خالص اهي، ويطلعوا لي الناتج زي اللي فوق ده، محدش يجرؤ يقول لهم ان الناتج غلط، الناتج صح، وذره من هنا وذره من هنا، بس غلط غلط، المعادله مش موزونه خالص، تودي في داهيه، لان الكلور قلنا لازم يكون في صوره ايه، جزيء. الجزئيات دي يا جماعه خدوا بالكم منها عشان برضو ايه ما نتضرش حاجه. برضو اللي زيها بالظبط وعندنا في المنهج، البوتاسيوم ها مع مين؟ مع البروم. اعمل لي كده واطلعها كده اهو واقول كي بي ار يا استاذ، دي احادي، المجموعه السبعه احادي، ودي المجموعه الاولى احادي. يا مستر خلاص الناتج اهو صفر، معادله ظاهريا مظبوطه ولكن غير موزونه في كلام الفاظ. ليه؟ لان ده في الليسته. يعني ايه في الليسته؟ مكتوبه اهي قدامي، يبقى لازم احط هنا اتنين ولازم احط هنا اتنين. تحذيرات امنيه شديده في المعادلات، وانا فضلت ان انا معلش الباب الرابع قبل ما نبدا شرح فيه بالترتيب الم لكم المعادلات كلها، عشان حتى ما نيجي نشتغل خلاص، يعني ممكن نشتغل مع بعض من الكتاب كده، شرح من الكتاب، مش هتاخد مننا حاجه خلاص. يعني الباب الرابع ده ممكن نخلصه في ثلاث حصص او اربع حصص للناس اللي عايزين يمتحنوا ايه في السفاره او التربيه والتعليم بالطريقه الحديثه برضو، لان الشغل كله مبني ان احنا نفهم. حكايه الامتحان من بره المنهج ده مبني على اسس في العلم عندنا. معلش خلينا واضحين بقى كده عشان نتكلم صح. خلاص يبقى الوقت هنا دي رقم ايه 17. نيجي رقم 18، تفاعل الصوديوم مع الكبريت. تفاعل الصوديوم
مع الكبريت. ركزوا بقى كده معايا، معلش من الاخر، الكبريت ثنائي ورباعي وسداسي، ما جابليش صوره كبريت ايه في التكافؤ يبقى بنعتبره ثنائي. طب ثنائي صوره فلزيه، اه معلش صوره لا فلزيه، ما فيش اتنينات، ماده صلبه الكبريت، ها يبقى لازم احط للصوديوم كام؟ اتنين. ليه يا استاذ؟ وانت حافظ وبتكتب وخلاص؟ لا، تكافؤ كبريت ثنائي، ما احنا قلنا نظبط شغلنا خلاص، مش يوم نقوم كاتبين الناتج كده وخلاص يا مستر هي صح. طبعا غلط، ان الصوديوم الكبريت الثنائي لازم ياخد اتنين ايه؟ صوديوم، وبيديني كبريتيد ايه؟ الصوديوم. طيب تعالوا بقى النقيض بتاعها تماما، بوتاسيوم وممكن اقول صوديوم زائد فوسفور. الفوسفور معروف اللي هو 15 من اولى اعدادي وتاني اعدادي، 2 8 5 يميل لاكتساب 3، اذا هو ثلاثي. اعمل كده وخلاص وانتهى الموضوع؟ لا طبعا، ها يبقى ده هنا 3 K3B هنقول اسمه فوسفيد البوتاسيوم، فوسفيد مش فوسفات، فوسفيد البوتاسيوم. طب اللي هنا كبريتيد الصوديوم، كبريتيد الصوديوم. طيب نيجي لرقم 20، أثر الحرارة، ودي معادلة مهمة بصراحة، أثر الحرارة على حاجتين وهيكونوا ختام المعادلات. رقم 20 مع أثر حرارة على، يبقى العنوان هنا هو مع أثر الحرارة على. هنقول المنهج بتاعنا والمنهج بتاعنا، لا تتحلل كربونات الليثيوم إلى نقط ونقط واكتب لي اختيارات. خلاص يبقى معلش احنا قلنا فهمنا الايه الحدوتة بتاعت الأسئلة. خلاص يبقى أنا عندي هنا كربونات الليثيوم لها شرط أساسي بس، 1000 درجة مئوية، ما بتهزرش في الحتة دي، 1000 درجة مئوية. كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، اتفضل يا أستاذ، 2 ليثيوم ومجموعة إيه؟ كربونات. الحواديت اللي إحنا قلناها في تالتة إعدادي وفي أولى ثانوي وتانية ثانوي برضه بنقولها، وفي تالتة ثانوي برضه الحدوتة دي. أنا عندي الكربون، كربون معاه 3 ذرات إيه؟ أكسجين. طيب والليثيوم واقف غلبان زي ما قلنا، فبنديله واحدة. طب ينفع واحدة مع الاثنين؟ ما هو الليثيوم أحادي والأكسجين إيه؟ ثنائي. ما تبقى يا جماعة؟ ثاني أكسيد الكربون يتصاعد. ممكن يا مستر أكتب ثاني أكسيد الكربون أول ولا مانع، واللي يقول مانع يعرفني، حتى لو مستشار اللغة الإيه أو مستشار في الكيمياء يعرفني. خلاص يبقى إلا أي 2 أو، يسره ولا تعسره، إلا أي 2 أو، نفهم. طيب المعادلة ديت خلاص سهلة جدا ومعروفة، تاني 2 ليثيوم ومجموعة كربونات. طيب استلفنا ذرة أكسجين للليثيوم، إلا أي 2 أو زائد ثاني أكسيد إيه؟ الكربون. آخر معادلة النهاردة اسمها انحلال جزئي، وفيه توأم منها، يعني أنا هعمل واحدة والتانية بالمثل. ليه؟ لأن إحنا خدناها قبل كده في السنوات اللي فاتت وقلنا اسمها نترات الصوديوم، نترات الصوديوم، سهم وعليه حرارة، ما حطيتش حرارة آخد صفر. ناخد منها 2؟ آه ناخد منها 2. خلاص وانا هعمل لكم التوأم بتاعها ان شاء الله برضو، هنا رقم 22 توأم ليه KNO3، لان ساعات بيجيبوا التوأم ويجيبوش الاصل. شوف بقى انحلال جزئي، العنوان انحلال جزئي يعني مفيش تكسير، يعني طريقة سهلة كده بعملها لكم، ان ايه ان اسري وان ايه ان اسري. بصوا المنظر بقى اللي هيحصل، هاخد ذرة اكسجين من هنا، ما تبقى ان ايه ان او 2، هاخد ذرة اكسجين من هنا، ما تبقى ان ايه ان او 2، نجمع كده مجموع جبري رياضة او و او او 2، يبقى الناتج الاولاني او 2 غاز يتصاعد، زائد واحد وواحد، ما كتبتش واحد هنا ليه؟ عشان ما حدش يقول لي ديت 10 زائد 10، معلش ممكن اعمل واحد صغير كده اهوت وما يبانش، بس خلينا شافه واحسن، ذرة وذرة يبقى ذرتين جزيء الأكسجين، هنا حطيت واحد لأن مفيش حاجة تشبه أرقام، يبقى بنجمع مجموع جبري يا جماعة، واحد واحد كام؟ 2، ونسيب الناتج اللي طالع زي ما هو إن أو 2، يبقى زائد 2 إن إيه؟ إن أو 2. خلاص ودي كانت نترات أصبحت إيه؟ نيتريت. طب التوأم بتاعها برضه نفس الحدوتة، على سطرين كأنه 3
KNO3. نبص على المنظر، ايه اللي هيحصل؟ ذرة اكسجينة ما تبقى KNO2، ذرة اكسجينة ما تبقى KNO2. نجمع مجموع جبري هنا وهنا، O2 غاز يتصاعد، زائد واحد وواحد اتنين KNO2، يبقى دي اسمها نيتريت. تم قلب الألف إلى ياء باللغة العربية، هنا نترات، يبقى نترات بوتاسيوم ادتني نيتريت ايه؟ بوتاسيوم، وده اسمه انحلال جزئي، اوعى تنسوا الكلمة دي. أكمل بقية المعادلة، 2KNO2. ده كان آخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ما ننساش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وبقول خبير العلوم لأن بدي التلات فروع مش منظرة ولا اسم، فبعطي التلات فروع، اللي معترض على حاجة يقول لي ما بفهمش منك حاجة وأنا أوقفها ما عدتش أشتغل. انتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله نكمل معادلات الباب الرابع بإذن الله. مستر مصطفى رجب يحييكم من مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.